ثم وضع الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه المبعوث رحمة للعالمين وضع يده على صدر ذلك الغلام وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. هذه الثلاث الدعوات: اللهم اغفر، اكتبوها احفظوها اعتنوا بها، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. أقول اكتبوها واحفظوها لأن الشباب الآن في زمن فتن، ما أظن ذلك الشاب الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقي من الفتن مثل ما يلقاه الشباب الآن في هذا الزمان، ولهذا يحتاج الشاب يحتاج الشاب في هذا الزمان إلى أن يرحمه أهل الخير ويشفق عليه ويتودد له ويدعو له بصدق من قلوبهم دعوة الوالد لولده مستجابة، دعوة الأم لولدها مستجابة. لا يقول الوالد في حق ولده يخزاه الله أو قبحه الله أو لعنه الله، لا يكون عونا للشيطان عليه، الشباب بحاجة إلى رحمة، رحمة الوالد، رحمة الوالدة، رحمة الأقارب، رحمة الزملاء الأصدقاء. الشباب بحاجة إلى هذه الدعوات الصادقة من قلوب صادقة راجية ما عند الله سبحانه وتعالى: اغفر ذنبه، طهر قلبه، حصن فرجه. هذا الشاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على إثر هذا النصح وهذه الرحمة وهذا الدعاء منه صلوات الله وسلامه عليه، قام من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس في قلبه شيء، انتهت الرغبة من قلبه، قام وليس في قلبه أدنى رغبة لهذا الأمر الذي تتعلق به القلوب ويعظم الافتتان به، قام وليس في قلبه شيء. ثلاثة أشياء: رحمة وحسن في النصح وصدق في الدعاء، والثمرة عظيمة جدا، الثمرة عظيمة جدا. والله إن الشباب اليوم بحاجة إلى من يرفق بهم، من يصدق في الدعاء لهم، من يحسن في النصيحة والبيان لهم، من لا يكون عونا للشيطان عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه القضية قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم.
لما قالوا أخزاه الله لعنه الله، قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، أرشد إلى أن يقال رحمك الله، أن يقال غفر الله لك، أن يدعى له. فالحاصل أن هذه المعاني التي وسع النبي صلى الله عليه وسلم البيان فيها تعميقها في القلوب موقظ للقلب، موقظ للقلب، أتحبه لأمك، أتحبه لبنتك، أتحبه لأختك، إلى آخره، هذا موقظ للقلب إيقاظا عظيما. فإذا قام مع هذا البيان حسن نصح وصدق دعاء لله سبحانه وتعالى أتت الثمرة العظيمة المباركة، فإن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وصلاح القلوب بيده، وزكاة النفوس بيده، يهدي سبحانه وتعالى من شاء إلى صراط مستقيم.